Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال أيضا فضل العالم على العابد وفضل القمر على سائر الكواكب المحترمون مديرنا مدير دورة الأزهار الأستاذ رحمن الدين المكرم رئيس الجلسة المكرم جميع الأصدقاء الأحباء والأعزاء في هذه الفرصة الثمينة اسمحوا لي أن أقدم لكم خطبة قصيرة جدا تحت الموضوع أهمية التعلم. لماذا ألقي لكم هذه الموضوع في هذا الخطبة؟ لا أعرف. لأن الآن نحن الآن في مرحلة التعلم في مرحلة الدراسة في دورة الأزهار. نحن نتعلم عن لغة العربية، لغة القرآن ولغة الحديث. أسأل لكم جميعا يا أيها الطلبة والطالبات، هل نستطيع أن نفهم القرآن والحديث بدون لغة العربية؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأن اللغة العربية هو لغة القرآن ولغة الحديث. أيها الأحبة وأيها الأصدقاء الأعزاء، طلب العلم فريضة علينا، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. انظر إلى الكلمة كل مسلم، إما للصغار للكبار للرجال أو للنساء، هذا واجب ضروري. لماذا؟ لذلك كيف نفهم الصلاة نفهم عن الإسلام بدون العلم؟ طبعا لا نفهم. أيها الأحبة الأعزاء، لذلك كن عالما ولا تكن جاهلا، لأن الله سبحانه وتعالى يفضل عباده العالم على الجاهل، أي أن الله سبحانه وتعالى يفضل من له علم على من ليس له علم، أما قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد وفضل القمر على سائر الكواكب. وقال العلماء الأخيار ليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. أخو علم الذي له علم ليس كمن هو جاهل، ليس كالجهلاء، هو يرفع هو أرفع من الجهلاء. أيها الأحباء الأعزاء، لذلك من الآن هيا بنا أن نغتنم أوقاتنا، أن نستخدم أوقاتنا، أن نستعمل أوقاتنا بكثرة التعلم وبتقليل اللعب، بكثرة التعلم إما بحفظ المفردات أو بكثرة قراءة الكتب، إما القواعد نحو صور وغير ذلك. أيها الأحباء الأعزاء،
ولكن لابد لنا أن نتذكر بأن العلم بغير عمل لا فائدة له. هناك مقولة: الشجر بلا العلم بلا عمل الشجر بلا ثمر. لذلك هيا بنا نعمل بما علمنا ونبدأ من أنفسنا. وأهم شيئا الذي لا ننسها، هيا بنا يا أيها الطلبة والطالبات، هيا بنا أن نحترم أساتذتنا الذي قد يدرسنا ويعلمنا في هذه الدورة الأزهار، لأن ذلك كله سبب النجاح في الدنيا والآخرة. يمكن هذا ما أستطيع أن أقدم لكم. شكرا على حسن استماعكم واهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.